ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حصلت ماروك أخبار يومية على صورة للسيدة التي تم ذبحها بمنطقة مولاي بوسلهام من طرف شخص أوهم السيدة أنه سيتوسط لها لتشغيل ابنها في شركة في الجرف الأصفر، حيث استولى على مبلغ 8000 درهم وقام ذبحها بطريقة بشعة. وبعد 3 أيام من البحث والتعقب والتحقيق، تمكن يوم الخميس على الساعة 6 صباحا المركز القضائي تحت الإشراف المباشر لقائد سرية الدرك بالجديدة من إيقاف المشتبه في ارتكابه جناية قتل السيدة بجماعة مولاي عبد الله الأحد المنصرم، بعدما عرضها لعدة طعنات على مستوى العنق وأماكن أخرى من جسدها. وحسب مصادر عالمة، فقد تمت عملية مداهمة المنزل حيث كان المشتبه فيه بالدرب البرقاوي بالجديدة حوالي الساعة 6 صباحا وهو ينحدر من مكناس من مواليد 1967، متزوج من معلمة وله بنتان. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.